طبعا كمان صارت شغله كتير حلوه يعني اثناء عرض الفيلم بفينيس. انت وعمر كنتوا حديث الناس بالفيديو اللي انتشر لكم عن على الريد كاربت لما كنتي عم تندهيله انه يجي يتصور معك. كمان الفيديو صار فايرل وكل التعليقات عم تحكي قديش رومانسي وقديش حلو دعم عمر لك. قديش مهم انك تعلقي على هذا الموضوع اول شيء وانه البارتنرز يدعموا بعضهم خاصه انه اثنيناتهم سيلبريتيز. هلا اول شيء بدي اقول لك صبحي نحن صرنا شو متعودين بهي المناسبات انه سواء الصحفيين او اي واحد ماسك كاميرا بيركض ورا الترند السلبي، ورا فضيحه، ورا شغله سلبيه، ورا شغله بتعمل اشكال. ما لنا متعودين انه في حدا يمسك يصور لحظه هيك لطيفه او ايجابيه، عرفت شو قصدي؟ فانا حقيقه بحيي الصحفي اللي هو معتز الشافعي اللي هو صور لحظه انا حقيقه ما كنت ولا واعيت لها ولا يعني ما خطرت على بالي لحد ما طلعت من الفيلم وشفت الفيديو صار متداول لحظه ما كنت يعني ما كنت قصدي انا مركزه عليها. صح. انا حقيقه صبحي كنت واقفه مع طاقم العمل وبعدين عمر لانه يعني محترم انه نحن مع بعض فما كان عم بيجي يتصور معنا عم بيصور عشان يجي يتصور معنا وبعدين بهاللحظه يعني عرفت لحظه طبيعيه حطيت هيك راسي على كتفه وكل هي اللحظه بالنسبه لي ما كنت هيك مركزه مع وقت شفت الفيديو كان لذيذ تعليقات الناس كانت لذيذه وتعليقات الناس كانت محبه حتى التعليقات هيك الكوميديه ضحكتني يعني فلا كانت لحظه الله يخليكم لبعض خليكم لبعض كندا اللقطه تعبر عن نفسها بصراحه مهند. Thank you. طيب احنا بما اننا بنذكر يعني سيره عمر احنا عارفين انه عنده مسلسل جديد اللي هو وعد ابليس طبعا نبارك له بهذا المناسبه وبعد كم يوم راح ينطلق عرضه على شاهد. انت شخصيا كيف تدعميه بدورك وايش الرساله اللي تحبي توجهي له هي عبر ترندينج؟ أنا كثير متشوقة لأشوف المسلسل يعني شفت الفيديوهات التشويقية الأولى للمسلسل وكثير متشوقة لأنه كثير ما بيشبه حقيقة أي مسلسل شفته قبل هيك. رح يكون عرضه قريب مثل ما عم بتقولوا. بدعمه بكل الأشكال اللي بقدر أدعمه فيها صراحة سواء دعم اللي الناس بتشوفه على السوشيال ميديا أو دعم كل الدعم اللي لازم أي زوجة تقدمها لزوجها مثل ما هو دائما بدعمني بيوقف معي. أنا بحس إنه هذا شيء طبيعي يعني طبعا. هو مو شيء قصدي يمكن أخذ ضجة وهذا شيء ظريف مشان ينور هيك على شيء لطيف بس هو هذا الشيء طبيعي لازم أي اثنين مرتبطين حقيقة يدعموا بعض بكل اللحظات مزبوط. الصعبة واللحظات الحلوة والنجاح والإخفاق وكله يعني صح نقول له مبروك وإن شاء الله يكسر الدنيا كندا.